نرجع لقليبيا خالد الهرقان في دقيقة. تفضل سيدي أنت وضيفك. مرحبا. مرحبا، أهلا بك من جديد. معنا في وحيد جنحاني مسؤول عن النظافة في بلدية قليبيا وأيضا رئيس جمعية بيه، باش يحكي لنا أساسا على الإشكال نتاع الصب العشوائي اللي مشينا صورناه اليوم في وادي مام. في وادي مام وشنو الإشكال هذا وقتاش وقع حل؟ مرحبا سيدي. ألو، أهلا وسهلا. تحية لكم وتحية لكل تحية إلى كل العاملين في بلدية قليبيا اللي مشينا وزرناكم ولقيناكم موجودين في بيرواتكم. تحية إكبار. أي سيدي، أعطينا توضيح على حكاية المصب العشوائي هذا وقتاش تتفضل. تفضل. هو وضعية مصب واد الإمام اللي هو يعني ضمن المصبات العشوائية اللي تبقوا في منظومة التصرف النفايات في تونس. وإحنا كبلدية كنا سندنا عقار كامل في المنطقة الصناعية في منطقة بلدية قليبيا للوكالة الوطنية لتصرف النفايات. وكنا استوفينا الإجراءات القانونية وتشاور مع منظمات مكونة المجتمع المدني. وحاليا حسب ما أكدوا لي زملائي ومسؤولين في وكالة تصرف النفايات أنه استكملوا الدراسة وعدوها على اللجنة العليا للصفقات، وإن شاء الله وعدونا سنة 2018 باش يقع غلق المصب العشوائي. وقتاش هذا؟ في 2018. وقتاش في 2018؟ تعرفوا المسؤول على الملف نتاع المركز التحويل بقليبيا اللي باش يصير في 2018 هما الوكالة الوطنية لتصرف النفايات. احنا نأملوا كونه يكون في السداسية الأولى نتاع سنة 2018. نتابعوا الملف هذا مع الوكالة. نتابعوا لأن احنا بديتنا متقلقين من مصب. شكرا لكم، بارك الله فيكم.